مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي على اليوتيوب أولا كارت. اليوم رح نسوي وصفة حلو معقدة شوي، فيها كتير خطوات بس رح نحاول نبسطها قد ما ممكن، والنتيجة رح تكون كتير طيبة، فأنتوا امشوا خطوة بخطوة معي رح تكون سهلة إن شاء الله. اسم الوصفة أبل كرامبل تشيز كيك بريد، يعني هي عبارة عن تفاح من فوق بيكون زي كرامبلز اللي هي الفتات، وفي كيكة وبالنص فيها خليط تشيز كيك. قلت لكم معقدة بس رح نبسطها سوا بالخطوات البسيطة اللي رح نسويها. هلأ رح نبدأ أول إشي رح نسوي أكتر من خليط بعدين نحطهم كلهم سوا. فأول خليط رح نسويه خليط التفاح، بدنا تفاحتين رح نقشرهم ونقسمهم مكعبات. هلأ هاي الوصفة كتير خريفية لأيام الشتاء، لهذا الطقس كتير طيبة لأنه فيها تفاح، فيها قرفة، فيها جوزة الطيب، فبتخلي حتى ريحة البيت كتير حلوة. هلأ التفاح اللي تختاروه، هو يفضل يكون التفاح الأحمر، بيكون اسمه جراني أبل، يعني أي نوع تفاح بس أكيد مش التفاح الأخضر. هلأ هيك قشرنا التفاحتين، رح نقطعهم مكعبات. هيك التفاح بيكون جاهز، رح نحطه ببولة. هيك، ورح نحط معلقة قرفة مطحونة، هاي معلقة، معلقتين سكر كبيرة. هلأ هيك منحركهم سوا. عبال ما القرفة تمسك بكل مكعبات التفاح. هلأ هاي أول خطوة. هلأ الخطوة الثانية، أول خطوة سويناها التفاح، الخطوة الثانية رح نسوي الكريسبي توبينج، الطبقة اللي فوق المقرمشة. فرح نحتاج 3 كوب طحين. هلأ أنا رح أسوي هيك أسهل إشي، هاي 3 كوب، 3 كوب شوفان. أنا عندي هذا الشوفان فرح أخذ منه 3 كوب. معظم المكونات تاعت الطبقة المقرمشة 3 كوب. هلا رح احتاج 3 كوب كمان سكر بني، هاي 3 كوب برضو، معلقة صغيرة قرفة، ونص يعني مش وربعها، ربع المعلقة الصغيرة جوزة الطيب، هيك بس هالقد. 3 معالق زبدة سايحة، فرح أسيح الزبدة وبعدين بحطها. عندي الزبدة السايحة رح أضيفها عليها. ورح أخلط المكونات كلها بإيدي. بدكم تحاولوا تسووها زي هيك كرامز. هلأ هي بدها كمان زبدة على الأكيد، فرح أضيف زبدة، فلازم الزبدة تتخللها كلها.
هون عندي زبدة، رح أحط نتفة زبدة زيادة. هلا هاي الزبدة بحرارة الغرفة، فمش ضروري تكون كتير سايحة، هي رح تدوب بإيدي. هلا اتأكدوا إنه الخليط كله أخذ زبدة. هيك يعني إذا طلعنا هيك بتحسوها جامدة، بعدين بتتفتفت، فلازم كل الخليط يكون نفس الإشي. الخطوة جاهزة عندي، راح أسيب الخليط على جنب. مش قادرة، الريحة بتجنن. هلأ رح نسوي الخليط الثالث اللي هو خليط الكيكة. رح نبدأ نضيف نص كوب زبدة بالخلاطة هاي. إذا ما عندكم هاي فيكم تخلطوه بإيدكم أو بالماكينة اللي بتمسكوها. هلأ رح نضيف هاي نص كوب زبدة مع تلتين، يعني هاي تلت كمان تلت سكر. وفانيلا معلقة صغيرة. هلأ رح نخفقهم سوا. هاي اول وحدة. وهاي الثانية. نص كوب حليب. هلأ هيك نخلطوا كلهم. رح أضيف كوب ونص طحين، هذا كوب. هلأ بدي كمان نص. هاي نص. معلقة صغيرة ملح ومعلقة ونص بيكنج باودر، هاي معلقة وهي نص بيكنج باودر، وبحركهم كلهم سوا. هلأ هيك خليط الكيك صار جاهز. رح نسوي خليط للتشيز كيك. رح استخدم نفس العجانة عادي. عندي هون كوب جبنة كريمية، فيكم تستخدموا اي نوع. وعندي تولت كوب سكر وعندي فانيلا معلقة صغيرة. أحركهم. هلأ بضيف لهم بيضة.
هلأ برضو بنزل الأطراف وبحرك مرة تانية. وصلنا لآخر خطوة، عنا 4 بولات. رح نشوف كيف رح نحطهم بصينية الخبز. هلأ عندي صينية خبز رح أرشها زيت. أنا بستخدم السبراي، أسهل إشي بدل ما أقعد أدهن. بحط ورق زبدة هلأ هيك، حطيت عليها ورق الزبدة. رح أول إشي أبدأ بنص خليط الكيك، فرح أضيف نص الخليط. هيك ضفت نصه. بعدين بدق عشان يتوزع بالتساوي. بعدين الخطوة الثانية رح أحط نص التفاح. هيك صار عندي نص خليط الكيك ونص التفاح. هلأ بحط خليط للتشيز كيك. رح أستخدم معلقة. خليط لي تشيز كيك ما بنخليه يروح على الحواف، بس بالنص. فهيك بنزل برجع بنزل نص خليط الكيكة فوقه. بهالشكل وبفرد. هلأ بنحط نص خليط التفاح. هيك حطيت نص التفاح. هلأ بحط الكرمز اللي عاملينها وبفتفتها عليه. جاهزة، رح أحطها بالفرن من 55 لـ70 دقيقة. رح تاخد وقت، هي على درجة حرارة 180، وبعد ما تستوي رح أطلعها أفرجيكم إياها. الكيكة صارت جاهزة، خليتها تبرد 20 دقيقة بعد ما طلعت من الفرن. أنا قعدت معي بالفرن ساعة ونص، فأنتوا ما تستغربوا. المهم لما بتغزوا السكينة فيها تطلع ناشفة. هلأ رح أطلعها بس هيك من الحواف، هي رح تطلع كاملة. هيها هيك شكلها. هلأ رح أقصها نشوفها كيف من جوا. من جوا
يلا كتير طيبة. إذا عجبكم أبلع. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تسووا شير ولايك وسبسكرايب، وتستنوني في فيديوهات جديدة، وما تنسوا تدعوا لأهلنا في فلسطين الله ينصرهم ويفرجها عليهم قريباً.